هل يجوز جمع الرجال والنساء في قاعة واحدة من غير ساتر يفصل بينهما بقصد الدعوة والوعظ، علما بأن هذه النساء أكثرهن متبرجات؟ لا، ما يجوز. إذا كنا متبرجات ما يجوز، وإذا كنا متحجبات يصير خلف الرجال، ما في بأس، يصير خلف الرجال ومحجبات ما في بأس، أما متبرجات لا يجوز. وكذلك إذا كنا متحجبات لا يختلطن مع الرجال، إنما يكن على حدة وخلف الرجال، بهذا الشرط، متحجبات ويكن خلف الرجال. نعم.